تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كله تمام، كله تمام. في مشاهدة، في مشاهدة. طب وين حنشوف التعليقات؟ حنشوف التعليق. ممتاز الصوت. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ شو اخباركم جميعا؟ معلش نعتذر على هذا التأخير البسيط. اليوم راح نحكي عن موضوع بسيط، بس انا مش شايف الزوم ظابط. ليش؟ ظابط هلا، خلص. طيب بسم الله. بحب العجقة اللي بتبدأ هيك أول إشي. طيب هاي عندنا 15 مشاهدة. يوسف شكرا جزيلا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي جماعة، كان في شغلة أيام زمان، لما يعني كان عندي حلم قبل تقريبا 10 سنين إني أكون متحدث، اني اطلع على المسرح واحكي، اني اطلع قدام الكاميرا واحكي. قبل 10 سنين كان مستحيل اني اقوم بهذا الاشي. ليش؟ لانه كان عندي خوف شديد جدا، وانا عندي شوية ازمة، فعندي كمان ضيق تنفس. فانا فكرت الموضوع دائما هو عبارة عن موضوع خلاص انا عندي ازمة، فهو يعني جسميا وصحيا مستحيل اعمله. وكان هذا هو الانطباع الموجود عندي دائما. فأنا يعني تخليت عن الموضوع، والفكرة هذه تخليت عنها. ولكن بعمر ال 42، لما صار عندي شوية صحوة بحياتي، وعندي دخلت في موضوع البحث عن الذات، وصرت أعرف إيش بدي أعمل بحياتي وشغلات كتير، صرت ميقن إنه الموضوع هذا ممكن نشغل عليه. وحكيكم كيف بدأ. فيوم من الايام انا كنت بساعد سيده، هي شي از لايف كوتش، لايف كوتش بالعربي يعني مستشاره. فكنت عم بساعدها بصفحتها على الفيسبوك، هي عم تعمل اعلانات. الكلام قبل تقريبا 8 سنين 9 سنين. وانا عم بساعدها عم تحكي لي طيب خلينا نتعاون مع بعض، انت ساعدني بخدمات وانا بساعدك بخدمات. قلت لها اوكي. قالت لي يعني بارتر ديل. قلت لها ممتاز، ما في مشكله. قلت بس انا ما عنديش مشاكل. ولا بتحكي لي اوكي خلاص طيب. بعدين حكي لها لحظه، انا عندي مشكله التحدث امام الجمهور. حكت لي هاي سهله. فلما هي حكت لي هاي سهله، انا حكيت يعني شكلها مش اختصاصها، يعني عشان هيك مش عارفه قديش عظمه خوف هذا الموضوع بالنسبه لي. فحكت لي شوف، وكلامها يعني انا دائما بتذكر كلامها، كل كلام كانت تحكيه كان مهم جدا. فاول اشي حكت لي هو الموضوع من 3 افرع، اما انت مش عارف عن شو عم تحكي، فانت معرفيا ما عندك زخم المادة، مش فاهمها منيح. قلت لها لا لا، المادة فاهمها منيح. قالت لي ممتاز، اهلا اهلا جميعا. قالت لي او عندك مشكلة نفسية، او بدك مهارات تقنيه جديده. قلت لها اوكي. طيب بالنسبه لمعرفيا انا الحمد لله واثق من الماده، الماده بدرسها بشكل يومي وعندي شغف كبير عليها. حكت لها طيب اوكي، لعاد الموضوع نفسي. قلت لها طيب. فسالتني سؤال، حكت لي وانت عندك هذا الخوف ايش نوع المشاعر؟ فانا بحكي يعني خوف هو عباره عن خوف. بتحكي لي لا لا لا، خوف من ايش؟ لازم تحكي لي، لازم تعرف خوف من ايش. قلت له ما بعرفش خوف من ايش، هو عبارة عن خوف، وبصير عندي ضيق تنفس، وبصير ارج واعرق، وتطلعش مني ولا كلمة، وقلبي بصير يدق. فحتى لما نكون احنا يعني لما نكون احنا قاعدين باجتماع بشركة او مع اصدقاء، وكل واحد بده يعرف حاله، لما يوصل الدور علي بكون قلبي بده ينفجر قد ما انا متوتر وبعرق وخايف ومش عارف، مش عم بيطلع مني ولا كلمة. فهذا كان ايش المشاعر تبعتي. بس ايش هو خوف من ايش؟ انا ما بعرف خوف من ايش. فحكت لي اوكي روح على البيت فكر خوف من ايش. ف اوكي، فانا نسيت الموضوع بصراحة. يوم يومين ثلاثة صحيت من النوم وبحكي خوف من الاستهزاء فيي، هيك اجتني يعني ما بعرف، بس هيك اجتني الفكرة. فاتصلت فيها قلت لها انت سألتيني سؤال
لما يصير عندك هذا القلق المزمن، خوف من ايش؟ اي مشاعر. وانا هلا اتذكرت، اعتقد هو خوف من انه الناس يستهزئوا فيه. قالت لي ممتاز، تفضل عندي. فرحت عندها، حكت لي هلا احنا عرفنا ايش نوع الفوبيا اللي عندك، ايش نوع الخوف. حطينا ايدنا على الوجع، بدنا نوصل لجذور الوجع ونشوف ايش المسبب لهذا الوجع. فسألتني سؤال ثاني حيرني اكثر، بحكي لي انت وعمرك من 8 الى 12 سنة صار معك شغلة بالمدرسة، قصة مهمة لازم تحكي لي اياها. فانا حكيت هاي ساحرة شكلها، بحكي لها والله ما صار معي شيء. كم بلا فكر، روح صار معك شغلة بالمدرسة، فكر ارجع لي واحكي لي بهاي ايش صار معك. فانا ما صار يعني مش متذكر هذيك الايام شو، انا كان عمري 42 سنة. فبرضه كنه ثاني يوم تذكرت قصة كنت ناسيها صراحة ومش على البال يعني، ولا أثرت فيها القصة. كنا بالكويت بالمدرسة، وكان في عنا حصص رياضة، وطلع قرار وزاري إنه حصة الرياضة لا تحسب في علامات الشهادة. فزعلوا بعض المدرسين وتركوا، فدمجوا صفين ثلاثة بحصص الرياضة مع مدرس واحد. بتذكر أول يوم دمجوا 3 حصص، كل صف 40 طالب، يعني 120 طالب بصالة كرة السلة، وكان في صدى عالي. حكى الأستاذ ما بدي أسمع ولا حدا يطلع أي صوت، وأنا الوحيد اللي كنت زي المهرج، صوتي عالي وبمزح ومش عارف إيش. وصاحبي بحكي لي ولك الأستاذ بتطلع عليك، اهدى. شو بتطلع بإيده؟ راحت، راح عصر الدويحات، اسمها دويحة سقوط. المهم سمعني ناداني، حكى لي تعال. اللي انا كنت هيك عظمه مش مبين علي هلا، بس كنت عظمه يعني، ما ضعيف كتير ضعيف ومش رياضي. فبيحكي لي تلعب رياضه؟ قلت له لا. كيف بتعرف تعمل ضغط؟ قلت له لا. بحكي لي كده؟ قلت له اه اوكي سهل. فبحكي لي سوي لي 10 ضغط حسيبك، مش حعمل لك حاجه. قلت له اوكي. فانا كل يعني بتعرف احنا اطفال، وكنا ايام المراهقه والطفوله انه احنا مفكرين حالنا سوبرمان. فبديت نزلت على الأرض وبدأت أسوي أول ضغط، ثاني ضغط، ثالث ضغط، ثالث حركة صرت أرج وصرت أعرق، انزل العرق هيك وأرج ومش قادر أكمل يلا. فهو إيش صار؟ صار يزيد إنه إيش، يضحك الطلاب علي ويتمسخر. فأنا إيش عم بسمع؟ عم بسمع ضحكات الطلاب وتعبان وعم برج وعم بعرق، وما كملتش العشر اكيد يعني. قال يلا خلاص روح روح اقعد، بعد يمكن 3 ولا 4. طلع هاي القصة هي بذرة الفوبيا تبعت الخوف من التحدث امام الجمهور. فانا استغربت من يعني انه الموضوع عميق لهالدرجة. اوكي ممتاز ممتاز، طيب بعدين شو بدنا نسوي؟ قلت لي هلا احنا عرفنا المرض وعرفنا الجذور تبعه، كل ما عليك فعله هو اكتساب مهارات جديدة. يعني بدك تسوي 3 شغلات. أول شغلة بدك تسوي تمرين تنفس قبل ما تدخل. قلت له أوكي. قلت لي يعني تحفز، تاخذ نفس كبير بعدين تحبسه بعدين تطلعه، نفس الشيء 2 3. أنا لساتني مستسخف الموضوع ترى، بس حكيت أوكي يلا بمشي لك. إيش كمان؟ تحكي لي احفظ اول 60 ثانية لما تدخل، انت عارف النكتة اللي حتحكيها، عارف القصة اللي حتحكيها، عارف السؤال اللي حتحكيه. فدائما او الايس بريكر احفظه ونوع، مرة بتحكي قصة مرة نكتة مرة مرة مرة. طيب بحكي لي مين الشخص اللي بتفكر فيه ممكن يزيل كل مشاعر الخوف والتوتر عندك؟ حكت لها ذاك الوقت بنتي ليلى. قلت لها ممتاز. ندخل بنسوي تمرين تنفس، بعدين بنكون احنا حافظين اول دقيقة ونفكر بليلى وبندخل. قلت له اوكي. قلت له جربها خلص. فرحت جربت اول مرة ما صار شيء، نفس الشيء، وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة وسادس مرة وسابع مرة وثامن مرة وتاسع مرة 10 مرة 11 12 13. وصلت ال 13
مش عارف، كني هيك لمحت حدا بيبتسم بوجهي، أعطاني نظرة ثقة، فبدأت الثقة جواتي تكبر شوي شوي. فكانت هذه أول مرة هيك تشجعت، صار في شوية شجاعة، راح القلق شوي. ممتاز، كملت 14 15 وصار القلق يمحي شوي شوي، فصار ما عندي قلق. عندي قلق بسيط، بس القلق بسيط هذا مهم، عشان هذا النار اللي تشعل الحماس لما أبدأ. في عندي هذا القلق بسيط بسيط جدا لا يذكر، ولكن القلق المزمن اختفى. فنحكي هلأ، سويت شوية بحث قبل ما نحكي وناخذ أسئلة. هذا اسمه جلوسوفوبيا، The fear of public speaking، الخوف من التحدث أمام الجمهور. في إحصائيات بيحكوا 4 من 10 أمريكان عندهم إياه، وفي ناس بيحكوا 73% من الجمهور عندهم إياه. وهو بصير إيش؟ بيجي ارتعاش وما تقدر تسيطر عليها، تعرق وسرعات ضربات القلب، وفي كمان ممكن يوصل للغثيان، ممكن ضيق تنفس، ممكن دوخة، شد عضلي، كتير. المهم، فهو عبارة عن الخوف من انه الناس يحكموا علينا، والخوف من الاحراج او ان الناس يرفضونا. وبحكي لك يعالج بالعلاج السلوكي المعرفي، يعالج بالعلاج السلوكي المعرفي، نفس ما هي حكت. لازم تعرف ايش هو نوع الخوف وشو القصة اللي بدت هذا الموضوع بينك وبين دكتور نفسي، معالج نفسي لازم. فبحكي لك مرات انت بتكتشف انه انت ما عندك مشكلة بالتحدث، انت عندك مشكلة بس انه الناس خايفة تمسخروا عليك بس. وهذا كله بتعالج من خلال هاي الجلسات. وبحكي لك ففي كتير نصائح، واحدة منهم بحكي لك انه انا خايف اني اغلط، خايف اني اغلط، خايف اني اروح هناك واعك، خايف اني اغلط. ولازم تعرف انه الغلط مرحب به، وانه الموجودين 3/4 عندهم نفس المشكلة. هاي لازم تدير بالك. وبرضه في خوف تاني بحكي لك انا خايف انه انا الناس يجيبوني على اساس اني انا خبير بموضوع، واطلع انا مش خبير، اطلع انا بفهمش. ولازم تعرف انه الناس كلهم جايين يحضروا عشان واثقين بالمعلومة الموجودة عندك، وكلهم حابين انك انت تنجح. You have to know that. لازم تعرف هاي الموضوع. فبعد ما نعرف احنا كل هالمواضيع هذه، بدك تعرف شغلة ثالثة، انه كل اشي جواتك ولا حدا بيعرف فيه. انت بتكون من جوا بركان حرب شاملة دمار، بس اللي ظاهر يمكن نقطة 0/1. فالناس مش شايفين ايش في جوا، شايفين بس اللي بيقروا لغة الجسد، وهذا انت ممكن تتحكم فيه بالتمرن. فالناس مو شايفين اشي، فلازم تعرف هالشغلة هذه. كل الخوف اللي جواتك الناس ولا يعني. اكثر من مرة ببداياتي بحكي للناس اصحابي، بحكي له بين علي ان انا متوتر، بحكي لي انت كنت متوتر؟ والله شكلك كنت واثق، شكلك انك عارف شو عم تحكي. فالناس مركزين بالمعلومة ولا شايفين التوتر ولا شايفين التأتأة ولا اشي شايفين. وهذا الكلام، التأتأة اللي عندي، التعرق، كله بروح مع الزمن. كل ما بتمارس التحدث امام الجمهور حيختفي شوي شوي. فلازم احنا هلا شو حكينا؟ حكينا عن 3 شغلات، معرفيا كن عارف المادة، نفسيا حكينا ايش نوع العلاج، العلاج السلوك المعرفي مع شخص مختص. انا مش مختص بادوي، بالمرة مش مختص. ضل عنا الموضوع التقني، ضل هلا الموضوع التقني. لازم نعرف انه فيش حدا بينولد شاطر بالحكي، فيش حدا بينولد شاطر قدام الكاميرا. كل هذه مهارات مكتسبة، لازم كمان نحفظ الموضوع هذا. احنا كلياتنا لما بدنا ندخل مجال الكاميرا، ندخل مجال التحدث، مش مهم ايش كان كم عمرنا، ندخل مثلا بعمر صغير ولا بعمر متوسط او متقدم، لازم ابني هاي المهارات من جديد، من اول خلص ابنيها. فهذه مهارات مكتسبة. فلازم مثلا اول اشي بدي ابدا موضوع اني اتحدث امام الكاميرا، طيب ندخل بالمواضيع التقنية. نجيب أول إشي لازم يكون في عنا ستاند، هاي أول نقطة. ثاني إشي مثلا الإضاءة تكون تمام. ثالث إشي يكون في عنا مايك، وهدول يعني مش لازم يكون عندي كاميرا، ممكن استخدم الموبايل مع الستاند البسيط ومع مايك. مايك الخارجي أفضل من مايك تبع الموبايل. عم بدور على مايك مش لاقيه. طيب بعدين
في ناس مثلا انا شخصيا ما بحب السكريبت، اذا في عندي سكريبت موجود على الكاميرا واني اقراه ما بزبطش معي، مش حتبين الشغف تبعي، مش حيطلع. فانا مهم انه انا اكون كاتب المحاور واشوف بس الجمله الاولى وانا انطلق واحكي فيها. نفس ما انا هلا عامل، هلا انا حاطط قدامي محاور بس اشوف الجمله الاولى وانا بكمل. ففي ناس نوعين، في ناس لا بيحكوا لك لا اكتب لي السكريبت كلياته عشان انا اقرا. ممكن بالبدايات هيك، ممكن على طول هيك، ما بعرف. بعدين اول دقيقه مهمه جدا. معظم الخوف والتوتر بكون بأول دقيقة أو أول كم ثانية. فإذا أنا جاي حافظ النكتة القصة أول دقيقة، هذا بيوفر علي جهد كتير كتير. موضوع الشغلات التقنية مثلا، أنا مرات كنت أني أطلع على شخص واحد وأركز عليه فقط، بس أطلع على شخص وأنا بحكي أمام الجمهور. واحد علمني، رحت أنا أخذت بعض التمارين التقنية كيف أحكي أمام الجمهور، فحكى لي شوف اعتبر قسم المسرح إلى 4 نقاط وبين كل نقطتين نقطة، بس عندك 3 نقاط 3 نقاط 3 نقاط 3 نقاط، وتطلع عليهم عكس عقارب الساعة. وأنا عم بحكي لا شعوريا عم بطلع على النقط بعكس عقارب الساعة. هذه يعني ساعدتني صراحة من موضوع إني بس أطلع على شخص واحد وأركز عليه وما أطلعش على التانيين. هذه مهمة جدا. لغة الجسد وأنا بحكي كل حركة بتعملها شعوريا لا غبار عليها، كل حركة بتعملها لا شعوريا بدك تعالجها. فما بقدر وأنا عم بحكي أسوي هيك مثلا، كل إشي لا شعوري حاول تبطله، كل إشي شعوري ما في أي مشكلة. ما تعطيهم ظهرك. وانا مرات في بداياتي من الخوف مثلا ايش كنت اعمل عشان وجهي كله عرق وعم بتأتأ ومش يعني متوتر كتير، فكنت بعطيهم ظهري، كنت بحكي اني هيك بتحجج اني عم بطلع على السبورة وما اعطي الجمهور ظهري، وهذا اكبر غلط. فمهم انه دائما ما نعطيهم ظهرنا، انه دائما شايفيننا شايف وجهنا. بعدين لما يكون في بروجيكتر شغال وفي اضاءه، ما توقف بالاضاءه تكون هون انت مضوي وهون مطفي. بحث عن الاضاءه، ما ترجع للخلف والاضاءه تكون مغطيتك. مليح ان نتمشى اذا كنا احنا بالصف، نتمشى وندخل جوا، هون بنكسر كثير شغلات وبنعطي ثقه اني انا بدخل مش ما واقف مكان واحد، بدخل وبدخل جوا بحكي مع الطلاب وبرجع. هذه ممتازة. هلا التمرين على هذا الموضوع، انا بدي اعمل كم مثلا، بدي ابدا هلا، فشو بسوي؟ اول اشي لازم احكي امام المراية بصوت عالي، فبدي اتدرب. انا عندي توتر عالي بدي اتدرب على الموضوع هذا، فاروح بتطلع على المراية، بكون عارف المادة شو بدي أحكي، كاتبها أو عارفها، وبصير أطلع على المراية وأحكيها بصوت عالي. هاي أول خطوة. ثاني خطوة أنا ممكن إنه أسجل حالي وأنا عم بحكي، فبجيب كاميرا بسجل أو الموبايل وبحكي لي لمدة 2 3 4 5. طيب بعدين ممكن أجيب صديق مقرب أو أحد الأقارب ونطلع بعض على الفيديو ويعطيني شوية فيدباك، انه انت هون وقفتك صح، انت هون بتحكي، هون الكلمة حكيتها غلط، whatever مش مشكلة. خلي مرة او مرتين وثلاثة الشخص هذا يعطيك الفيدباك من خلال تصويرك للفيديو، مع كل مرة صور حالك بفيديو جديد. بعدين سوي بروفا امام هذا الشخص اللي بتثق فيه كتير انه انا بدي احكي، فبسوي بروفا امامه. بعدين بتجيب شخص ثاني وثالث ورابع من نفس الحلقة القريبة عندك، وبعدين بتجربها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بعدين بتجرب ناس غربة وشوف شوي شوي الأمور هتسلك. هي بالاستمرارية رح تسلك، بالاستمرارية. فإني أنا أجرب مرة وفشلت، هتفشل أول 20 مرة، أول 30 مرة هتفشل، ولكن الاستمرارية هي النجاح للتغلب على فوبيا التحدث أمام الجمهور. نص ساعة والله ملاح. وشكرا، يعطيكم العافية، وأنا هنا موجود ومستعد لأي سؤال.
رند حدادين، رند حدادين موجود هنا، وكتب تعليق: أخذت المهارات المكتسبة التقنية بالتحدث أمام الجمهور من الدكتور رند، وبنصح أي حدا بده يتدرب على الموضوع تقنيا، إن حكينا فيه معرفيا ونفسيا وتقنيا، تقنيا من الدكتور رند. أهم شيء إشي عظيم ممكن واحد يستخدمه عشان يخش دخلة قوية على المسرح والستيج، هو إنك تبهر الجمهور بمعلومة عظيمة غير معروفة. هي هاي الدخلة الأولى، تدخل عليهم بنكتة بمعلومة بقصة ممتازة جدا. أوكي، عندنا سؤال من يوسف: شو علاقة القدرة على الحكي بقوة الشخصية؟ هل أنا ما بقدر أحكي وبالتالي أنا شخصيتي ضعيفة؟ لو أنا حكيت وما زبطت معي حطلع فاشل قدام الناس؟ أنا بتأتأ، ممكن أصير أحكي قدام الناس؟ شو الأسئلة هذه؟ بدك شخص مختص مش أنا صراحة. بس هي ملهاش دخل ب قوة الشخصية، يعني ممكن أنا أكون شخصيتي قوية ولكن بيني وبين هدول الناس. فأنا أعتقد هي إلها دخل بموضوع أني أنا دائما مع أصدقائي بحلقة مغلقة، لما أطلع أحكي مع ناس غرباء فبكون أنا ممكن شخصيتي قوية بين أصدقائي، ولكن لما أحكي أمام الجمهور والغرباء ما بكون عندي الثقة إني أحكي قدامهم بنجاح. هل التدريب بينفع مع واحد أصلا ما بيعرف يحكي؟ نعم، التدريب والاستمرار بيزبط. أنا وكمان بعرف إنه في ناس كانوا بتأتئوا وراحت التأتأة، هذا كله من خلال التدريب مع شخص مختص. شخص مختص، ففي عندنا شخص مختص نفسيا، شخص مختص تقنيا. رند ايش؟ ما فيش رند. شخص مش بنت، شاب، دكتور رند. طيب ايش في كمان اسئله؟ يا ريت بعرف كيف اني اسوي انفيتيشن هون، لا بس بعرفش، لا ادري. طيب هل هناك المزيد من الاسئله؟ لان 55 مشاهده وكله ممتاز. إذا ما المقدم أخطأ وأدرك خطأه وارتبك وظهر على المشاهدين، كيف ممكن يرجع يدارك الموضوع؟ ممتاز، سؤال حلو. ما في أي إنسان ما بخطأ، بالعكس أنا لما أخطأ بنبسط وبضحك الناس علي، فأنا عادي باخذها بكل صدر رحب وبعمل منها نكتة وبستخدمها لمصلحتي لصالحي من خلال الايس بريكنج بيسموها، من خلال تلطيف الجو. فانا بخطئ ومرات انا بحكي كلمات، انا كثير بحكي كلمات غلط، بدليات بيسموها بالخليجي، فانا ممكن احكي كلمه غلط وبعدين اعيد الكلمه اللي حكيتها غلط لما انا ايقن اني انا اخطات، واتمسخر على حالي بالموضوع بطريقه يعني هيك خفيفه. ليس لدي الخوف من الكلام، لكن ما بعرف مثلا أنوع بطبقات الصوت، فشو الحل؟ دخلنا في موضوع تدريب الصوت على الموضوع، هون بدك تحكي مع مختص مثل السيد عبد الله البغدادي، هو بدرب للناس كيف يعملوا فويس اوفر، التنفس، يتنفسوا من بطنه، عنده تدريب. انا ما اخذت تدريب، بس هو عنده تدريب رائع جدا لموضوع الصوت وطبقات الصوت وكيف تحكي بشكل بروفيشنال ورسمي. فانا بنصح، عندنا هون ما شاء الله اثنين مختصين، الدكتور رند حدادين وعندنا عبد الله البغدادي، من افضل الناس في موضوع تدريب على الالقاء. الحركة اثناء التحدث مهمة، وصفي، يعني هو الموضوع راجع لك. القاعدة بحكي لك انه اذا الحركة شعورية ما في اي مشكلة، إذا الحركة لا شعورية لا بدك تبطلها. أفضل طريقة لتهدئة النفس عند الارتباك قبل إجراء مقابلات العمل. ممتاز، تنفس، تنفس، التنفس، تمرين التنفس مهم جدا.
علي، مقابلات العمل مهمة جدا، نزلت عنها فيديو. في طريقة بحكي لك مهم انك انت تزور المكان قبل بيوم. فانا باجي قبل بيوم، بعرف وين العمارة اللي بدي اقابل فيها، بعرف ايش نوع المكان، وباجي قبل بوقت، بدخل بغسل وجهي، بستعد، بقرأ لي شوية قرآن. ممكن اني انا اسأل بعض الناس اللي بيكونوا شغالين بهاي الشركة عشان اعرف بيئة العمل. انا شو بسوي؟ اللي راح يقابلني للعمل بكون انا عملت بحث عنه، فانا عارف مثلا انه مدير التوظيف ولا مدير الشركة، فبروح ببحث عنه باللينكد ان وبشوف مسير، او مثلا بالسوشيال ميديا، وبحاول هيك اخذ شوية انطباع عنه. بعطيكم اداة مجانية، شبه مجانية، ولكن بتعطيكم بحث كأنه 10 بالشهر، رائعة جدا. هاي الأداة اسمها كريستال نوز، راح أكتبها بالتعليقات. كريستال نوز بتعتمد على، بتشتغل على اللينكد إن، وبتصنف لك شخصية أي شخص في العالم حسب حسابه على اللينكد إن، حسب علم النفس. فبتحكي لك هذا بنتمي لشخصية من 16 شخصية حسب علم النفس، وهاي الكلمات اللي لازم أنت تحكي معه اللي هو بحبها لأنه هيك شخصيته، وهي الكلمات اللي لازم تتجنبها. فمهم انه احنا نعمل بحث عن المكان اللي نروح نزوره، نعمل بحث عن بيئة العمل، الشخص اللي راح يقابلنا. هاي الشغلات مهمة. بعدين انه نكون متواجدين قبل بوقت ونكون مستعدين. خليني اكتب اول شيء اسم الأداة عشان ما انسى. كريستال نوز. نشوف الأسئلة الثانية. ممتاز، في أسئلة رائعة جدا. في سياق متصل، هل من نصيحة لمقابلة عمل أول دقيقة مثلا؟ في سياق متصل، مش عارف إيش قصدك. هل من نصيحة لمقابلة العمل؟ عندي كتير نصائح لمقابلة العمل، سويت فيديو بس بدي أراجع النوتس. بس إحنا بنحكيش عن مقابلة عمل، نحكي عن شغلة تانية. بس مقابلات العمل مهمة جدا، لأنه بحكي لكم إنه لما أدخل أنا على مقابلة العمل، أول 10 ثواني راح ياخذوا عني انطباع بسبب لغة الجسد، جاي على الوقت، شو لابس، كيف سلمت عليهم، طريقة حكي، الكلام أول كلمتين طلعوا مني، هذا كله بيكون انطباع عني، بياخدوه، وأول 10 ثواني خلص حكموا علي. باقي وقت المقابلة بدهم يثبتوا بينهم بين حالهم إنه إحنا هذا الشخص حسب ما الانطباع اللي إحنا كوناه عنه صحيح أم خطأ. فمهم جدا انه انا ليش اترك كل اشي للصدفة، للفرصة؟ ليش ما ادرب حالي على اني اعطي انطباع صحيح من خلال التعلم كيف لغة الجسد، وكيف اكون واثق من حالي، كيف اقعد، حتى طريقة الجلوس مهمة، كيف ايش لابس، لما احكي مع ناس، لما حدا يحكي معي كيف ارد عليه، لما اسلم على الناس كيف اسلم عليهم، كل هذا مهم جدا. هاي التفاصيل مهمة جدا، لانه هاي بتساعدك بتكوين الانطباع اللي انت بدك اياه، مش اللي اخذوه عنك بطريق الصدفة. كم مدة تركيز الجمهور بالعادة؟ يعني كل كم دقيقة اعمل بريك، وكيف اتجنب انه الجمهور يمل؟ لانه بلاحظ احيانا الجمهور بتبلش تثاوب. نعم، هذه بدك تدخلهم تقنيا، تعرف المادة وكل اشي، بس انا كيف اخلي المادة تبعتي انترستنج، كيف اوقف الناس، كيف اخذ بريك، كيف اقرأ الرياكشن، انفعالات الجمهور، زي ما انت هلا حكيت انه بدأ، اذا بلشوا يتثاوبوا مثلا. انا شفت ناس بوقف وبخليهم كلهم يوقفوا ويسووا تمارين انه يلا، او مش عارف ايش، او بطلع حدا بضحكهم. فهذا كله بيجي مع الخبرة، بس تقنيا لازم تعرف كيف تقرأ الجمهور. وفي بعض التمارين اللي هي ممكن تعملها زي آيس بريكر وتفعلهم وتنشطهم مرة تانية. إذا مشارك سأل المحاضر سؤال صعب، المحاضر لا يعرف. ممتاز، أنا دائما بيسألوا لي أسئلة صعبة وبعرفهاش ومش راح أفتي. فالسؤال أحسن شيء تحكي إنه سؤال، والله سؤال عميق صراحة، أنا مش مستعد للإجابة، بس بوعدك إني أعمل بحث عن الإجابة وأرجع لك. شو رأيك؟ بس بدهاش ولا إشي، هذا بالعكس بيزيد من احترامهم لإلك. أستاذ خالد، يا ريت تعطينا فكرة عن لغة الجسد أثناء التحدث أمام الناس. ممكن لما نتحدث ونراقب لغة جسدنا نتخربط ونشوش ونبدأ ننسى شو بدنا نحكي. لا معاذ، هي عبارة عن إني أنا أقرأ البادي لانجويج تبعت المتحدث، وفيك أكثر من نصيحة، فأنا بدور عليهم
وبعرف النصيحة كيف لازم مثلا أتمشى، كيف حكينا عن كذا شغلة، كيف أطلع إيدي تكون بجيبتي مش بجيبتي، أستخدم إيدي وأنا أحكي. شغلات كتير سمعت، أنت بتذكر حكى لي إياها دكتور رن بس نسيتها، اللي ما أشوبر يعني في مجال معين بدل أشوبر في بدون ما أطلع مش عارف إيش، شغلات زي هذه لازم نتعلمها. أنا هلأ مش حاضرة عندي صراحة، ولكن لما نتعلمها بصير إحنا نعملها بدون ما نوعى بشكل لا واعي، فما راح نتخربط فيها. كريستال نوز، نعم شكرا جزيلا. شو المشكلة إنه لما تيجي بدك تحكي مع شخص بموضوع معين تحسب ردة فعله وبالتالي ما تحكي معه بالموضوع؟ هنا مش عندي هذا الموضوع نفسي أو سلوكي صراحة، وبدك تشوف شخص مختص يحكي لك بهالموضوع. استمرارية الحديث، يعني دكتور لما بحكي مع حدا مجرد ما خلصت الموضوع ما بعرف كيف بدي أنتقل لموضوع آخر، بسكت تلقائي، ما عندك كلوزر. أنا نفس الشيء. نفس يعني فبيجي هون موضوع إنه أنا بدي يكون عندي شوية، هذه كلها بتيجي من التجربة اني عملتها مرة ومرتين وصحيت على حالي اني عملتها وصار اكورد الوضع. فطيب اوكي، طب كيف اسوي لي شوية ايس بريكرز ولا شو بسموهم، اشي محادثة نسيت بالانجليزي conversational tips، انه كيف انا اربط بين واحدة وثانية. هاي الاجوبة اللي انتم بتسألوها هلا اخر سؤالين، نصيحتي لكم انكم تقروا في كتب كثيرة عن مساعدة السيلف هيلب وعن التحدث، هدول فيهم شغلات كيف اني انا احكي مع الناس وكيف اني اخليهم منتبهين لعلي بشكل عالي وانا اكون نافع ومفيد، كلامي مفيد وكمان مسلي بنفس الطريقة. طيب والله اسئلة حلوة. محمد شوف، شوف السؤال، سؤال رائع. محمد بحكي يعطيك العافية أستاذ، أنا مستعد أقف أمام الجمهور شباب ما في عندي أي مشكلة، ولكن أمام امرأة غريبة أو كذا ما بقدر. هذا الموضوع أنا نفس الشيء، أنا أول ما إحنا بالكويت ثقافة الحياة بالكويت كانوا دائما الشباب مع بعض والصبايا مع بعض، ما كان في اختلاط، فكل واحد وخلفيته كيف هو نشأ. هلا لما رحت على امريكا وسافرت مع على امريكا كان لما تحكي معي بنت لب احمر يعني اخجل وكذا، ولكن هذه اختفت بعد فتره. ف نصيحتي لك هون عشان اتغلب على الموضوع لاني انا موجود بثقافه معينه، نصيحتي لك انه تدخل مجالات تطوع. لما تدخل مجالات تطوع راح يكون في تعرف جديد على ناس جداد، وعلى كمان حيكون يعني مش بس شباب، حيكونوا شباب وصبايا، فمن خلال مشاريعك التطوعية إن شاء الله راح تكسر هذا الحاجز. طيب يا جماعة، شو دكتور 45 دقيقة صرنا، إن ساعة نكمل على ساعة ولا بس ولا إيش، ولا بدك تدخل على الخط ولا إيش ما بدك؟ أنا حاضر. يوسف بيك، ايوه وين يوسف؟ يوسف تركنا وراح. بدي اوكي احفظ اللايف، ممتاز نبعث لك اياه. الله يخليك، شكرا. الله يخليك، لا واصل حبيبي ما قصرت ان شاء الله، يعني كان في شويه استفاده. انا مش خبير، هاي تجربتي البسيطه فقط لا غير. شكرا جزيلا ويعطيكم العافيه، واي حدا بده يتواصل معي على الخاص، اي حدا فيكم، اي حدا شاف الفيديو حاب يتواصل معي يسألني عن الموضوع انا حاضر، وان شاء الله من عناي بدله على اللي بقدر عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.